يقف فريق مبادرة مع الدولة لأجل المجتمع ومعهم كافة منظمات المجتمع المدني أمام الوضع الأمني الذي تعيشه محافظة تعز بحذر بالغ مع تعاظم التحديات الأمنية وتزايد الاختلالات التي تهدد حياة المواطن. وفي خضم الأحداث التي تشهدها تعز وباقي محافظات اليمن، نؤكد على ضرورة توفير الأمن كونه أولوية أساسية للاستمرار في الحياة، مثله مثل الغذاء وأكثر. إننا ومن خلال هذه الوقفة الاحتجاجية المنددة باستمرار جرائم الاغتيالات والحوادث الأمنية في المدينة، نطالب السلطة المحلية في محافظة تعز ومعها إدارة شرطة تعز وباقي الجهات المعنية بالعمل على استتباب الأمن وإيقاف فرق الموت داخل المدينة وتأمين حياة المواطنين. كما ندعو الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية إلى دعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة للعمل على الحد من الاختلالات وتوفير الأمن الذي يتصدر ترتيب الاحتياجات الأساسية للإنسان في جميع الأحوال. وإذ نشدد على ضرورة استكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية واستعادة الدولة، نؤكد أن الأمن هو الأولوية الملحة في طريق الحفاظ على حياة المواطن، الحياة التي تتضمن الخبز والحرية والأمن. صادر عن مبادرة مع الدولة لأجل المجتمع تعز، 24 مارس عام 2018. أنا أم الشهيد محمد عبد الرحمن البصير، اغتال ابني ببرباشة، ابني من رجال الأمن، ابني من خرجوا إلى الجبهات، كان في كلية الحقوق وخرج يدافع عن مدينة تعز وعن الوطن والعرض. نطالب الرئيس عبد ربه هادي ومحافظ تعز ودول الخليج أن يحرروا مدينة تعز واليمن بأكملها. إحنا أمهات الشهداء، نشتي أن ينصفوا لدماء أولادنا ومدينتنا هذه. أصبح الاغتيال أمر عادي لا يهم أحد، كل يوم إحنا نسمع اغتيالات، صحة الدم هذا اغتيال الناس أمر لا يهم أي حد، إحنا من وراء الأمن. نحن اليوم نقف وقفة احتجاجية تحت شعار لا حياة بدون أمن ولا أمن بدون دولة، لمطالبة السلطة المحلية وقيادة الشرطة العسكرية والجهات المعنية بالأمن داخل المحافظة بتفعيل أجهزة الدولة لإيقاف الاغتيالات وفرق الموت. نريد أن نحرر تعز، خرجنا الوقفة الاحتجاجية لكي نوقف الحصار والاغتيالات. لماذا هذا الحصار؟ نريد أن نحرر تعز. نحن جينا إلى تعز لكي نستقر فيها، وتعز هي أمان. لا حياة بدون أمان ولا أمان بدون دولة.